خلونا نروح لموضوع تاني دلوقتي لطيف قوي، وهي عن الدلافين اللي من ألطف الكائنات في الحقيقة. الإنسان بيحب يتعامل معاها وبيحس كده بألفة ما بينهم. بيكون في عروض للدلافين بتكون ممتعة جدا للكبار والصغار، وعشان كده لما جم يعملوا دراسات على الدلافين لقيوا إنها عندها ذكاء شديد جدا ودودة جدا في التعامل مع اللي حواليها، وده اللي خلى الباحثين يعملوا دراسات أكتر وأكتر عن الدلافين. فاكتشفوا إنهم بيحبوا الموسيقى جدا، خاصة الموسيقى الكلاسيك، بيستمتعوا بيها ويسمعوها، وبيحبوا كمان يسمعوا بيتهوفن وباخ. نوع الموسيقى ده بيخليهم يحسوا بالرضا ويشعروا انهم عندهم ترابط بينهم وبين بعض. خلونا نشوف التقرير اللذيذ ده. معروف عن الدلافين إنها كائنات ذكية جداً، كائنات أظهرت سلوك اجتماعي أدهش الناس وعلمت الأطفال والكبار احترامهم. الدلافين كمان مضحكة ولطيفة ورياضية ودودة جداً. علشان كده في دراسة جديدة نشرتها واحدة من المجلات العلمية أكدت من خلالها إن الدلافين مغرمة بالموسيقى الكلاسيكية وبتسمعها دايماً بانسجام وبتتفاعل معاها بشكل كبير. والغريب بقى إن الباحثين اللي عملوا الدراسة أكدوا إنهم لما شغلوا بعض المقطوعات الموسيقية لبيتهوفن ويوهان سباستيان باخ وإدفارد غريغ تفاعلوا معاها جداً. الباحثين اللي عملوا الدراسة اكتشفوا إن الدلافين أظهرت اهتمام أكبر وترابط مع بعضها بعد ما سمعت المقطوعات الموسيقية بإنصات. ولما جم ينفذوا التجربة شغلوا مقطوعة موسيقية، وهنا تصرفت الدلافين وكشفت عن شعورها بالسعادة المطلقة. علشان الباحثين أكدوا إن الدلافين معروف عنها الترابط الاجتماعي، وبعد كده الباحثين قرروا يوسعوا التجربة ويكبروها، وجابوا 8 دلافين قارورية الأنف وشغلوا لهم مكبر صوت تحت المية علشان يسمعوا الموسيقى الكلاسيكية، وفعلاً التجربة نجحت واستمتعوا جداً. وهنا الباحثين فسروا تجربتهم وقالوا إن الدلافين عندها القدرة على إدراك الإيقاع لأنها من الأنواع اللي بتتعلم الصوت، وده بيخليهم يحسوا بالرضا وبيشعروا بالترابط بينهم وبين بعض.